مساء الخير، ضيف على ما استفهام لهذه الليلة الناشط السياسي الليبي الأستاذ نعمان بن عثمان. أهلا بك أستاذ نعمان، نحاول معك اليوم أن نفهم ليبيا. سؤال الأول، يعني من خلال ملاحظة أن نفهم ليبيا، لدينا شعور أن ليبيا وكأن جمعية سرية، لا نعرف كثيرا عن ما يحصل في ليبيا إلا ما يصدر عن الإعلام الرسمي أو عن العقيد القذافي قائد الثورة، أو ما يعني يتم تسريبه هنا وهناك، علما أنه ليبيا يعني دخلت بعد مرحلة الانفتاح وأنهاء خلافة مع الغرب في منظومة جديدة وفي منظومة تفكير جديدة، ومع ذلك لم تستطع ليبيا أو يمكن نحن لا نعرف أن تنفتح أو تتفاعل أو تتواصل مع محيط على الأقل على مستوى العالمي. هل لديك نفس الشعور؟ أعتقد أن هناك تقصير يعني فعلا في تسليط الضوء على الحراك، خلينا نقول داخل المجتمع الليبي، او عمليه الاصلاحات او التحولات التي تحدث داخل المجتمع، وهي هائله جدا يعني ليست بسيطه. كل من ياتي من يغيب على ليبيا فتره ثم يزورها يلاحظ تماما ان في يعني تغير وتحول يعني نوعي وليس كمي فقط. لكن هل هذا عائد ان هناك خجل؟ لا نريد ان نقول ان هناك اصلاحات، لانه الاصلاح يعني ان هناك شيء خربان. يعني بأمانة لا أتفق معي أستاذ نعمان أنه السياسة الليبية الأخيرة اللي كانت طبعا سياسة في الفترة الأولى في الماضي، أتحدث عن سياسة ثورية، لكن التحول أيضا كان ثوري، كان مفاجئ، لكن كان لدينا بعض الانطباع أنه كأنه تحول هو رد فعل على على عملية الحصار وعلى موقف العرب من الحصار وموقف الغرب من الحصار، فكان رد الفعل كفرا بالعروبي وكفرا بالثورية وقبولا بهذا الغرب. هل كان القرار برأيك مدروس أم أنه مزاجي؟ لا مزاجي، لا مستحيل، أنا لا أؤمن بهذه النظرية، مستحيل يعني صعب أن دولة تتحرك بالطريقة هذه، بس هو كان نتيجة أحداث معينة. الأحداث هذه أن ليبيا دخلت في عدة تجارب وحدوية، بعضها كان باتفاق وأكثرها لم تنجح، يعني ما أدتش إلى الوحدة المطلوبة، ثنائية أو ثلاثية أو غيرها. هذه طبعا اكيد تشكل عند صانع القرار الليبي او اي قوه ليبيه تدفع، ليس مثلا بالضروره يكون قائد ثوره فقط، لكن في من حولها كثير من النخب السياسيه ومن القوه الموجوده السياسيه كانت تؤمن بهذا الفكر، لعند الان موجودين كثير يعني ليبيين قوميين يؤمنوا بالاطار العروبي كقوميه، يعني على اختلاف تفسيرهم لها يعني. لكن لما تاتي احيانا احداث جوهريه وغير تقليديه قد توجه تفسير الماضي، مثلا ما حدث خلال السبعينات والثمانينات، لما تأتي مرحلة الحصار ويتم فرض الحصار مثلا على ليبيا، وقبلها قصف ليبيا في 86 من قبل الإدارة الأمريكية بدون أي مستند دولي، يعني لا يوجد، بقت في الزاوية محصورة تدفع في ثمن دعم كل هؤلاء. هذا يبرر الموقف من 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 العرب. أحيانا كان السؤال أنه هل نحن عرب لأن العرب جيدين، وإذا لم يكونوا يعني ننكر عروبتنا إذا كان العرب غير جيدين، كيف؟ لا، هي ليس ننكر عروبتنا، أنا نتصور في مسألة مهمة هنا، يعني أنا دائما نؤمن بها. العروبة هل هي أيديولوجيا أم لا؟ هذه نقطة لها على الأقل هوية، على الأقل هي هوية حتى أشعار آخر يعني. طبعا لأن الناس في تلك الفترة، بس أعتقد كل القومية العرب وغيرها كلها كانوا ينظرون لها أيديولوجيا يعني. لا طبعا أيديولوجيا محددة هي أن تعين سيف الإسلام القذافي بمنصب رسمي، لأنه حتى الآن لا يحمل أي منصب رسمي. ما يقال عن هذا المنصب الرسمي أنه يعطيك، طبعا هو منصب منسق اللجان الثورية، ما يعطيه صلاحيات تشبه رئاسة الدولة ولو شكليا. أولا معلوماتك حول هذه المسألة، ثانيا إلى أين تسير ليبيا بهذا الاتجاه، وثالثا ما الذي يحمل سيف الإسلام القذافي؟ اللي قام به هو أخطر من ذلك، هو أكبر بكثير جدا يعني. هو عملية نزع فتاة الأزمات كانت ممكن تنفجر في أي لحظة، وهي مسألة تمس الأمن القومي الليبي، يعني ناشونال انترست، مصالح قومية ليبية عليا جدا. لما تفككت هذه الأزمات وتم بنجاح يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بحلها، جاءت عنها تبعا أو حكما مسألة أن تحسنت صورة ليبيا، أعطي وجه آخر لليبيا، ليبيا دولة عندها دبلوماسية قوية، ليبيا تستطيع أن تتحاور مع الآخر وتتفاهم في عالم السياسة، يعني تأخذ وتعطي على الطاولة. فكان يشعر أن سيف الإسلام وراء الموضوع كان نوع من المصداقية، أو نقوله يعني كان بوليس التأمين يعني في ضايق أن الموضوع جاد جدي، وأن يعني ليس هناك مزاح في الموضوع أو مناورات سياسية لكونه ابن معمر القذافي.
اي طبعا، لانه ليس سهلا. البعض يعني يتصور هكذا، انا كانوا ينظرون لها بهذا الباب يعني، والا كيف يدخل هو سيف الاسلام في هذا الباب. اعتقد نجاح باهر جدا، منقطع النظير، باقل خسائر انا نتصورها يعني من كرامتنا كليبيين يعني، او كدوله او ككيان، لم يتم مس السياده القوميه كما ذكرت ليبيا، ولا هو سيف الاسلام اصلا يطرح هذه القضايا الحوار، ولا في ليبيا قبل ان يبدا الحوار اصلا يعني، ان قبل اعلن. هو لا اعرف اذا كلمه سري صدرت من ليبيا او من المعلقين من الخارج. ايوه هي هذه بنقولها لك، بارك الله فيك يعني، وفرت علي عناء. بوضح لك ان من وضع كلمه سري، كلمه سري فهو ليس سري للغايه يعني، ما ليس علاقه بالموضوع. الموضوع كان علني بس لانه كان محدد على فئات معينه مرتبطين بالثوره نفسها، يعتبروا في ليبيا أن هذه الناس هي أكثر ناس حرصا على مصلحة ليس ليبيا فقط أو الدولة، ولكن حتى الثورة نفسها كمبادئ وقيم. هذه نقطة مهمة جدا. فرأيهم وتأييدهم ونظرتهم للأمر في غاية الأهمية، هذه المسألة بنقولها يعني. فطرح عليهم الموضوع أن هناك مشروع إصلاحي يتبناه سيف الإسلام نجل العقيد القذافي. هذا المشروع من كل سنة فيه مشاكل حوله حقيقية، أدت أن سيف الإسلام نفسه شخصيا كشخص أن اضطر يدخل في مواجهات صحيح أحزاب الحكومة، رئيس وزراء، وزراء. هذا غير وارد في ليبيا يعني. قضية الأحزاب السياسية والشكل التقليدي للديمقراطية النيابية إلى عند هذه اللحظة غير مطروح إطلاقا في ليبيا، لأن لازال النظام المتبنى هو اسمه النظام الجماهيري، بمعنى أن الديمقراطية المباشرة، لا أحد ينوب عن أحد في السلطة، وأن حتى يعني سيف الإسلام القذافي لم يذهب إلى هذا المستوى. لا غير، أعتقد أن ما يقوم به سيف الإسلام حتى الآن هو عملية محاولة إصلاح العجز أو الخلل أو التجاوزات أو النقص اللي حدث في هذه الممارسة. فمثلا من معروف أن هو لديه مشروع كامل يتعلق بالدستور يسمى الميثاق الوطني. الحاصل حاليا والتطور على الطريقة الليبية يعني، تسريبات و ما يسمى بالخطاب السري، وبعدين هل كل ذلك تعتقد أنه تمهيد لفكرة التوريث في ليبيا؟ فكرة السلطة. نعم، فكرة التوريث في ليبيا أعتقد أنها صعبة جدا، فيها صعوبة. ليش؟ لأن النظام السياسي الليبي اللي هو النظام الجماهيري أيديولوجيا يعني، ليس حتى عمليا يعني، ما لا يتوافق مع هذه الفكرة. هتكون في إشكالية كبيرة يعني. الذي سيورث يورث ماذا؟ يعني مثلا اذا كان بيورت تقصد يعني مثلا قائد الثوره، قائد الثوره الوضع اللي هو فيه والصلاحيات والمنصب اللي موضوع هو نتيجه مرحله الثوره نفسها، مرحله ان قام بثوره، فيجب اذا اراد اي شخص ان هو يتولى هذا الموقع او ان يرث يجب ان يقوم بثوره ايضا. فغير يعني غير موجوده فكره التوريد في ليبيا، تحتاج دراسه ادق منها، لأن مش نظام ملكي مثلا دستوري أو غيره تنتقل فيه السلطة من فلان إلى فلان ومحدد بدستور. أذكر أستاذ نعمان بن عثمان، حضرتك ناشط سياسي ليبي، لكن في فترة من الفترات كنت من القياديين الإسلاميين يعملون في الجماعة الإسلامية المقاتلة، وحصل مفاوضات حصلت بين السلطة الليبية بين النظام الليبي بين هالجماعة، حضرتك كنت يعني واحد من المحركين لهذه المفاوضات، أدت إلى تبريد التوتر، إطلاق سراح إسلاميين، واليوم في كلام عن عودة أيضا إسلاميين قياديين إلى ليبيا. أين أصبحت هذه المفاوضات؟ هو حوار. لا لأن حقيقة فعلا هو كان هكذا يعني، ليس بمعنى مفاوضات أن في طرفين على الطاولة يعني خدهات. ليش؟ لأن هي بسيطة، الدولة تبنت فلسفة في غاية البساطة لما جاء الدكتور سيف الإسلام يعني مشكورا ووضع فكرة المبادرة هذه. يجب أن يكون حل المشكلة هي، لأن أغلب الأعضاء كانوا في السجن مسجونين، وفي من فلسفة أن هذا الشخص الموجود داخل السجن هو مواطن. يعني نقول لك حرفيا يعني، اي واحد خارج السجن ويحكي مهمه الفلسفه، لان حتى مش انك انت بتهيئ رجال الامن والاجهزه المختصين ان يفهم الموضوع، ان يعني يجب يعني حتى لفظ مجرم يجب ان يتم التخلي عنه في حاله الحوار. نجحت هذه السياسه. النقطه الثانيه، تم اقناع الافراد الموجودين بالسجن ان المواجهه مع اجهزه الامن والجماعه الاسلاميه المقاتله او غيرها من الاسلاميين لم تكن بسبب ان هذا طرف مسلم والطرف الثاني مثلا يعني يعبد في هبل. لا، هو جهاز الامن هذا لو ان اعضاء حركه اللجان الثوريه شكلوا تنظيم داخل ليبيا، حركة جان ثورية شكلوا تنظيم داخل ليبيا وأرادوا أن يقاوموا به السلطة أو ينازعوها في سلطانها، سوف تقوم أجهزة الأمر بمواجهتها بشكل مسلح وبنفس الطريقة. أيوة، فما لهاش علاقة بالإسلام، وإنما لها علاقة بهذا الكيان الذي نشأ تراه الدولة غير شرعية. الإسلامي الإخوة يعني في الجماعة المقاتلة اقتنعوا بهذا الوضع وشعروا فعلا أن الموضوع صحيح، يجب أن يدخل في هذه الفلسفة وفي هذا الإطار.
وحصلت مراجعات حصلت ونشروا مراجعات وصدر كتاب في 417 صفحة تحت مسمى دراسات صحية، فكك أنا نسميه فكك البنية التحتية لأيديولوجيا العنف بالكامل.